السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى موعدكم اليومي مع برنامج الصحافة الذي نعرض فيه لأهم العناوين الواردة في الصحف الجزائرية، أيضا عناوين المنطقة المغاربية وصحف المغرب تونس وموريتانيا وليبيا، وأيضا ما ورد عن أخبار الجزائر في الصحف الفرنسية. البداية من الجزائر والصحف الجزائرية، أخبار الوطن نقرأ فيها: طبي يرافع للإسراع في تعميم الرقمنة، التقاضي الإلكتروني عوائق تقنية وتشريعية. عبد الحفيظ كورتل: لابد أن نضبط التكنولوجيا ونستعملها فيما هو مفيد ويخدم جهاز القضاء. حمزة قريدش: يجب أن يكون التقاضي الإلكتروني آلية لتقريب المواطن من مرفق القضاء دون المساس بحقوق المتقاضي. نقرأ فيها أيضا: تلمسان أزمة نقل حادة بالوادي الأخضر، وفي المسيلة حي الرمانة الظهروية بدون تهيئة حضرية، وفي الأقواط سكان بلدية الحاج المشتري يطالبون بمصلحة للتوليد وسيارات الإسعاف. نجاح مبهر في شتى المجالات مقابل تهميش أرهق أوليائهم. بالنسبة لأطفال متلازمة داون ببرج البوريريج، طاقم تحكيم جابوني لإدارة مواجهة الخضر وأوغندا فيما يتعلق بالشأن الرياضي. إلى صحيفة أخبار اليوم، الرئيس حريص على صون كرامة المواطن، قال إن الدولة مجندة للتكفل بالمتضررين. وزير الداخلية، كان هذا تصريح لوزير الداخلية، ترحيل العائلات التي انهارت سكناتها كليا بداية من اليوم. الفريق أول شنغريحة في زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية، غايتنا الأسمى الحفاظ على أمانة الشهداء. والوزير الأول يحث على إيجاد حلول مبتكرة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي بإفريقيا. في أخبار الخطوط الجوية الجزائرية، فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 10 طائرات. يوميات نقرأ أيضا: الأولياء والمربون مسؤولون عن تنشئة الأجيال. من صحيفة أخبار اليوم إلى صحيفة آخر ساعة، تم بموجبها تعيين 14 مديرا جهويا، حركة جزئية في قطاع الجمارك. خلفت أضرارا معتبرة لما حصيل الفرينة والبطاطا والطماطم الصناعية الانطلاق في إحصاء خسائر الفلاحين التي تسببت فيها الأمطار في عنابة. تزامنا مع موسم الاصطياف، مطار ربح بطاط بعنابة يسطر برنامجا استثنائيا للرحلات الداخلية والخارجية. ومن أجل مراقبة أكثر صرامة ومنع دخول الغرباء، الشروع في وضع كاشف الوجه بالإقامات الجامعية في مدينة عنابة. مكتتب عدل بيسكيكدا يحتجون، أكدوا رفضهم لموقعي بئر سطل وسيدي مزغيش. وفيما تم توقيف عشريني بتهمة تخريب عمدي لملك الدولة، إحباط عملية سرقة لمعدات هوائي ملك لموبيليس بمدينة باتنا. إلى صحيفة الاتحاد، المفتش العام بوزارة التربية: مواضيع الباك من المقرر الدراسي ولا مجال لتسريب الأسئلة. مشروع قانون جديد خاص بالتأمينات سيعرض على البرلمان قبل السنة الجارية، قبل انتهاء السنة الجارية. نقرأ أيضا: وسام يسدى لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة، رئيس تبون يمنح نظيرها البرتغالي وسام الاستحقاق الوطني برتبة أثير. نقرأ أيضا: الجزائر تحتضن ملتقا دوليا حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام اليوم ضمن نشاطات اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا. نقرأ أيضا: الفريق أول شنغريحة يشيد بقرار تشييد تمثال للأمير عبد القادر. زيتوني في كينيا اليوم، وتخصيص 3156 منصب لحاملي الماجستير والدكتوراه، استلام 4 طائرات قبل نهاية السنة الجارية. والملكية الفكرية، صمام أمان الإبداع. من صحيفة الاتحاد إلى صحيفة لوسوار التي عنونت: Les islamistes tentent de refaire surface. إذن كانت هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف الجزائرية. الآن إلى جولة على صحف المنطقة المغاربية من المغرب تونس ليبيا وموريتانيا في هذا التسجيل. إلى جولة الصحف المغربية، البداية مع الصحف المغربية وصحيفة الأحداث المغربية. إحباط مخطط إرهابي جديد، البام ينبه عزيز أخنوش. حجز رزم مالية بقيمة 2 مليون درهم، وقيود جديدة لاستغلال مقالع الرمال.
من صحيفة الأحداث المغربية إلى صحيفة المساء، دعم مستوردي الأضاحي يجر وزير الفلاحة للمساءلة. انقلاب قارب يقل 57 مهاجرا سريا بسواحل سيدي إبني. تفكيك خلية يشتبه في موالاتها لداعش بطنجة. إلى الصحف التونسية مع صحيفة الصباح، نحو إقرار التدخين مرضا مزمنا ببروتوكول علاج خاص. رئيس مجلس نواب الشعب للصباح، استقلالية كل وظيفة لا تعني القطيعة بل التناغم لخدمة المصلحة العليا للوطن. توتر جديد والتصعيد بين الاتحاد والدستور الحر، قضاة تونس يضعون القضاء الوظيفي في قفص الاتهام. في صحيفة الصريح، نقل الصحفي عتيق إلى المستشفى وزوجته تطلق نداء. الصغيري، سنشرع قريبا في مساءلة الوزراء حول أدائهم. وإلى الصحف الليبية، صحيفة العنوان، أهالي العجيلات يؤكدون حرصهم على التعاون مع حكومة الوحدة لإحقاق السلم الاجتماعي. السفارة الأمريكية، الولايات المتحدة تراقب بقلق الأوضاع في الزاوية. المجلس الرئاسي، لقاء اللافي والغرياني خطوة مهمة نحو تعزيز المصالحة الوطنية. وإلى صحيفة المرصد، أزحوف، الرأي العام لدى المواطنين في الزاوية محتار ولا يعلم الأهالي ماذا يحدث بالضبط. العريبي يطلع صالح على سير عمل المشاريع الجارية في البلديات الشرقية والجنوبية. نصية، الخلاف الحقيقي يتمحور حول منصب الرئيس وجمع السلاح وليس حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وختاما مع الصحف الموريتانية، أنباء إنفو، احتجاجات في نواكشوط وتعرض شرطي للضرب المبرح على خلفية وفاة شخص كان موقوفا لدى الأمن. توقعات في موريتانيا بقرب الإفراج المشروط عن رئيس موريتانيا السابق. شرطة نواكشوط تنشر تفاصيل حول وفاة عمار جوب. والختام مع صحيفة الحوادث، الشرطة تتدخل لتفريق المطالبين بالتحقيق في موت عمر جوب. نواذيب احتجاجات وأعمال شغب على إثر وفاة شاب في نواكشوط. الشرطة الوطنية، عمر جوب تعرض لاعتداء من لصوص أفقده الوعي. وسياسيا، 6 أحزاب سياسية مهددة بالحل. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية جولة صحفنا المغاربية. إذن كانت هذه جولة في الصحف المغربية. الآن نتعرف على أخبار الجزائر لكن في الصحف الفرنسية مع زميل ناصر جودي. أهلا بك زميلي ناصر، تفضل. أهلا دلولة. On va commencer avec le journal Le Monde. Arrestation du journal Ihsan Al-Qadi. L'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. Tribune, collectif, un collectif d'intellectuels dont Naoum Chomsky, Annie Ernaux, Ken Loch et Arundhati Roy appellent dans une tribune au Monde à la libération du journaliste algérien Hassan Qadi, injustement détenu et condamné. Plus qu'un pays, l'Algérie est une idée entêtée de libération. 60 ans après l'indépendance du pays, cette idée continue à irradier l'espoir dans le cœur de ceux qui se battent encore contre l'oppression. Elle est la preuve que la victoire sur l'injustice est possible, y compris lorsque le face-à-face paraît désespéré et démesurément disproportionné. Aujourd'hui, ce grand pays se referme comme un piège redoutable sur les opposants politiques et les citoyens qui osent rêver d'un véritable état de droit. Le journaliste Ihsan Qadi en prison parce qu'il refuse de se soumettre aux pressions de ceux qui gouvernent le pays et voudraient faire de lui un journaliste de contrefaçon. Directeur de la web radio, Radio M, et du journal d'information Maghreb émergent, Ihsan Qadi a été arrêté au cœur de la nuit, le 24 décembre 2022, par 6 officiers militaires. Le lendemain, il a été emmené par les services de sécurité pour assister à la perquisition et à la fermeture des médias qu'il a créés. Ses collègues et amis assistèrent en larmes au spectacle du journaliste menotté, mené comme un criminel sur les lieux de son crime, une radio et un site d'information indépendant. Le journal Le Devoir, le journal en ligne canadien, un chercheur canadien croupit dans une prison en Algérie. Après plus de 3 mois, le même
consternation, la même consternation, la famille de Raouf Farah, chercheur en géopolitique et essayiste, emprisonné depuis 100 jours en Algérie, réclame sa libération immédiate et appelle le gouvernement du Canada à poursuivre ses efforts auprès du régime algérien pour mettre fin à ce qu'elle qualifiait d'intimidation, ciblant une nouvelle fois un ressortissant canadien pour ses écrits portant sur le mouvement pro-démocratique algérien. M. Farah a été interpellé le 14 février dernier dans la région de Annaba, dans le nord-est du pays, alors qu'il était de passage avec sa femme et sa fille pour une visite familiale. Il a été mis en détention préventive 6 jours plus tard à la prison de Boussouf de Constantine, où il croupit depuis. Le régime autoritaire algérien qui a renforcé depuis plusieurs mois sa répression contre les militants du Hirak, ce mouvement appelant à la démocratisation du pays, tout comme les citoyens s'exprimant sur ce sujet, l'accuse de réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoire à l'ordre public et de publication sur Internet d'informations classifiées, ce que réfute le principal intéressé. Transinfo, présidentielle en Turquie, après la victoire de Recep Tayyip Erdogan, le pays divisé plus que jamais. Le discours de victoire du président turc dimanche soir a consacré stratégie de campagne opposée de Turquie, quitte à fracturer un peu plus la société. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan se succède à lui-même pour un troisième mandat après plus de 20 ans à la tête du pays. Il récoltait quelque 52% des suffrages dimanche le 28 mai, lors du second tour de l'élection présidentielle qui l'opposant à Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat d'une opposition unie pour la première fois. Ces deux Turquies vont donc continuer à se côtoyer sans se comprendre. Et la répartition territoriale est nette. Kemal Kılıçdaroğlu l'a emporté dans les capitales politiques et économiques du pays, Ankara, Istanbul, ainsi que dans la partie et de la Turquie où se trouvent les Kurdes. Le candidat de l'opposition l'emporte aussi dans les régions littorales, tandis que le président réélu converse sa domination sur les régions plus rurales du centre du pays. شكرا دلولا. هذه الإحاطة في عيون الصحف الفرنسية. الشكر موصول لكم مشاهدين على متابعتكم إيانا. نعود ونلقاكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.